بسم الله الرحمن الرحيم. الأعزاء والأحباء مشاهدي قناة جوار السويس، هدية جميلة وإهداء مني ليكوا كقناة جوار السويس. أنا ماشي وبإذن الله ربنا هداني ليكوا أنتوا هدية. ناس بتبيع بالجملة، ناس بتجيب أسعار مرتاحة، ناس بتجيب بأحسن سعر عشان يوصلوا لكم لغاية عندكم. بسم الله ما شاء الله على سهوة والله يا جماعة من غير تحضير. في سلام عليكم، في تحضير للقاء ده؟ في حضرتك. لا أنا محضر إن أنا هعمل. احنا بنشتغل تبع البحر الأبيض. سمك بورسعيد وسمك اسكندرية وكله بيجي من هنا، أرخص من سمك اسكندرية. بتسافر بعربية وهنشوف. بتطلع من الساعة كام؟ بيطلع من الساعة 2 بالليل. 2 بالليل، الراجل ده مش هو ما بيحبش يتكلم زي أخوه برضه. مين؟ الحاج معالي المربى. لكن أنا هستفاد بإيه؟ بخبرته في ان هو بينتقي. بتنتقي ازاي؟ بتنقي ازاي الحاجه دي؟ بينقيها على الفرازه هناك من قلب بورسعيد. يعني بيبقى فيه تشكيلات وهو بيروح على الحاجه اللط اللي العالي. اللط اللي هو فيه الجوده. اللي فيه الجوده. طيب الجمبريه دي انا هستاذنك، ممكن تبيع للافراد؟ ابيع للافراد. طيب لو افراد هتبيع الجمبري الحجم ده بكام؟ الحجم ده ب 180 جنيه. لا ده انت كده يعني بالصلاه بنضيع حاجه. بنضيع بجد؟ مش عشان التصوير. لا والله بجد 180. طب المكان يا جماعه نشرح لكم المكان، عارفين البوسطه يا جماعه؟ البوسطه اهي. المحل اللي هي في مساكن الانصاري قصاد منها بيبيع. بصراحه يعني انا عشان اخد الجمبري ده ب 180. السلام عليكم. محل محمد الشاعر. المعلم محمد الشاعر. طيب. لا انا بقول لحضرتك عشان اخد الكابوريا دي حجم السوبر ده ال 14 في كيلو بال 100 وكم؟ ده يبدا من 12 في كيلو لغايه 18 في كيلو. بكام؟ ب 180 جنيه. اللهم صل على النبي. ده شوي وفاني. استنى يا محمد. الجامبو. بسم الله. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، هات لي حب على كف ايدك كده. اتفضل يا باشا. اهي. الجمبريه بالواحده. ده بتاع البحر المتوسط، بتاع اسكندريه وبتاع بورسعيد. اللهم صل على النبي. ربنا يحسن. اكيد في شغل تاني. كابوريا. الله الله على الكابوريا دي. بصوا يا جماعه ومحمله يا جماعه وتقيله. مش اي كلام. وريني، فرد لي كده، فرد لي كده يا حبيبي. الله الله. ذكرها يا جماعه. ابراهيم خليه يشوف عم السوق مين. والهنيني. حاضر حاضر. ده الكيلو ده بيطلع بكام يا محمد؟ ده الكيلو ب 50 جنيه. تجاري. تجاري. يا جماعه تجاري، وانا بقول لكم دعوه. على الهواء مباشرة. ثلاث حبات كيلو. غريب الشاعر؟ ثلاث حبات كيلو. محمد الشاعر. محمد الشاعر يا جماعة. قدام بوسطة مساكن الأنصاري. هو في داخل برضه في نفس صور حلقة السمك يا جماعة. يعني مش هتبعدوا. أنتوا بدل ما تخشوا الحلقة من جوه، لا هو بره. لا أنا بص يهمني السعر برضه يا حاج. لما آخد ده ب 50 جنيه. ها؟ قول إيه رأيك أنت في الكلام ده؟ ببلاش. يعني كلمة حق. بس انت بتبيع جملة. 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 ده جملة يا جماعة. كده بقى محمد. بخمسين جنيه يا جماعة كابوريا دكرة. بسم الله ما شاء الله عليها. استنى في الشواية، روح الشواية. بص بقى يا جماعة. في هليلي. ايوه هليلي. ابو الدقة صفرة. ماشي ابو الدقة صفرة ده. حلو. ده بحر يا جماعة. بحر. بسم الله ما شاء الله. ايوه ما انا عارف عارف. انا الحمد لله احنا عندنا خبره يا باشمهندس. تعال لي هنا يا حبيبي. خليك معايا دقيقه واحده. السمك في الشوايه. يا رب الهليل ده بكام بعد كده؟ الهليل ده ب 50 جنيه. تجاري. يا جماعه تجاري زي قطاعي. زي قطاعي. يعني هيجي لك برضه اللي هيجي لك برضه قطاعي هيشتري برضه. بسعر الجمله. خلاص يا جماعه اوعد مني. بناء على كلامهم هليلي درجة أولى ب 50 جنيه. كابوريا سوبر ذكرى ب 50 جنيه. النتي الوسط دي بكام؟ 40. بكام؟ 40. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يا أحجام وأسعار يا جماعة. الله يبارك لك، الله يبارك لك. أنا بشكرك على الهوى. أنت كده الراجل عنده ضمير ويعني ربنا يحبب فيك الناس ودايما كده يا رب في صف الغلبان. اللي خلاك العميل بيجي لنا ما بيجيش تاني. نعم يا حبيبي. العميل بيجي لنا ما بيجيش تاني. الفنان حمو بيكا، الفنان حمو بيكا ده. اول مره راح اسكندريه فكروه حمو بيكا. طبعا يا جماعه زي ما احنا شايفين العربيه بسم الله ربنا يبارك له فيها بيسافر من الساعه 2 بالليل عشان يعرف يتسوق لكم شويه كابوريا وشويه خير البحر.
على اذنك كده حبيبي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يوسع عليكم. حاجه جميله. بصوا يا جماعه، والله انا دايما اقول يا باشمهندس يا ريت الكاميرا بتطلع ريحه، يا ريت كنت اشمم الناس ريحه الكابوريا بتاعت البحر، ريحه البحر في الكابوريا. الله. طب ما قلتليش الصغيره دي بكام يا محمد؟ بكام دي؟ 30. بصوا يا جماعه، 30 جنيه كابوريا نت. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. انا مش هملك بعد كده. الراجل بيفرز يا جماعه، بيحط الفاضي على جنب وال وال وال, وال يعني بيقسمهم احجام، صح كده ولا انا غلطان؟ شفت الجمبري الجامبو؟ ارفعي الصندوق ده من جوه معلش. عندك ده فوق ايه؟ يا جماعه بص، دعوه للناس اللي هي عايز تشتري سمك مرتاح، كابوريا مرتاحه، جمبري سعره مرتاح عند الحاج الشاعر. الشاعر اه وجماعه اهو المكتب الدكانه، راجل لمبهرج ديكورات ولا بتاع، الراجل صنعته ده زي الفل. احنا من ساعه ما جينا خدنا من هنا. طب استنى، ما بنجيش ناخد واحد على الطبيعه يا جماعه اهو، ما بنجيش ناخد الا من هنا. تاني بعد اذن حضرتك. احنا من ساعه ما جينا خدنا من هنا، ما بنجيش ناخد الا من هنا. جوده وسعر يا حاج. يا حاج ثلاثة جمبري جودة وطازه وسعر والسعر. وسعر مرتاح. انا مش هملك غير بقول لك ربنا يبارك فيك ويجعله في ميزان حسناتك وعلى خدمه الشعب. امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب. تعال خش على الصاحب. تعال يا جماعه، بصوا وشينا برضو خير اهو، الناس بدات تهل على الشغل، وهو يستاهل كل خير والله. انا مش بزكيه، لا انا بقول يستاهل كل خير، لان اسعاره لما اخد كابوريا ب 50 جنيه، لما اخد نتي بكام دي؟ ب 40 جنيه. 40 جنيه يا جماعه بصراحه يعني، وفي ب 30 يا جماعه، وفي ب 30 والهليل ب 50 جنيه بصراحه يعني، والله ولا ثمن المزارع. ولا المزارع. يكفي ده سمك بحر يا هندسه. بص يا جماعه، الحمد لله الناس كابوريا والله ريحه البحر فيها يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. دي افضل ولا دي افضل؟ دي دكره ودي نتي. الفرق دي ممكن تكون بطرخه لو انت بتحب البطارخ، لكن دي لحم فص، لحم ابيض مسكر محمله لحم. يعني لو بيسالني الفرق بين الدكره، اقول له الفرق بين الدكره والنتي. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه على السهو، بصوا البطرخ اصفر ازاي يا جماعه، كلها بطاطس. ودي لحمه، ودي اللحم بتاعتها. ما ده اللحم ده هيبقى بص، هيبقى فص زي ثلاثه كور بتاع المستعيد كمان. هتبص على لسه جايه من المستعيد. بسم الله ما شاء الله، وان شاء الله ارجو لما اذيع الفيديو ده تبقى حنين على الناس برضه زي ما انت حنين كده. ها هنستمر على طول 2 كيلو بكور. شاكرين يا حبيبي. ماشي احمد الشاعر. تمام. طبعا انت حاجتك باذن الله، باذن الله الناس هتجي لك. تمام. والناس هتطلب. ممكن تليفون حضرتك بقى؟ 010 010 6 كم؟ 6 ايوه 25 25 3 4 72 3 4 72 بس كفايه ان شاء الله يكون عند حط الظن، وانا عارف ان هكون عند حط الظن يا جماعه، وان شاء الله بالخير والهنا عليكم كلكم. جينا حاج؟ نعم.